اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن احمد عادل. ازيك يا ابو حميد؟ حبيبي يا كابتن بلاش اسلام. ابو حميد معلش. ازيك يا كابتن احمد؟ حبيبي يا كابتن، اخبارك؟ لا على فكره بجد والله، زي لانه حبيبي يا كابتن. امبارح الاستاذ عبد الفتاح حسن، وهو واحد من القامات الكبيره في عالم الاعلام، يعني انت اصغر مني باربع خمس سنين تهيألي، صح؟ انا 84. اه لا ده انت بكتير، مش اربع خمس سنين. حبيبي فممكن مثلا يعني تكون، انا شفته 98 كان هو اللي بيعمل الاستوديو التحليلي لقناه النيل للرياضه، يعني قال لي برضو وله قيمه كبيره، وكان رئيس قناه النيل للرياضه، وقال لي يعني مش من المستحب ان انت طول ما انت قاعد على الهواء تكلم يا ابو حميد ويا ابو الحاجات دي مش لطيفه يعني. فبالتالي انا بس لغايه لما الدنيا تتعدل. فكابتن احمد خليني ابدا معاك على طول، وتعاقد النادي الاهلي امس مع أنتوني مودست، أكيد ما فيش شك والسن والكلام اللي على هذا الأمر وكل هذه الأمور، يعني أكيد الغرض من سواء من تعاقد مجلس الإدارة أو طلبات مستر كولر، اللي دايما مجلس الإدارة ده اللي أنا بتكلم فيه دايما، إن هو بيلبي رغبات أي مدير فني، إن هو أي طلبات بيبقى محتاجها للفريق. نعم. لكن حتة عامل السن دي ممكن بعض الناس ما تفهمهاش شوية، ان انت مش جايب لعيب صغير فانت هتعتمد عليه 3 4 سنين فتضطر تسوقه او ان انت يحصل عملية تجديد. لا، الراجل طلب، حتى ده واضح في التأخير في الصفقة. التأخير في الصفقة ان الراجل عايز فرق بمواصفات خاصة، صحيح، وخصوصا ان غايب بقالنا فترة كبيرة عن النادي الاهلي او عن اي فريق في العالم. معلش قبل ما تكمل كلامك في هذا الامر، يعني ايه فيرود بمواصفات خاصه؟ هل يعني ما هو فيرود، ما هو شريف فيرود كان في، يعني شريف محمد شريف، كهربا ما هو فيرود، صلاح محسن ما هو فيرود. بص يا كابتن، كهربا بيجتهد في الفيرود، يعني فيرود صريح، هو كهربا مش مركزه فيرود صريح على قد ما هو كان بيجتهد في حته رقم 9. محمد شريف بيلعب على الطرف من الاطراف بس كان بيجتهد في حته رقم 9 ان هو فيرود صريح. لكن ايه الفرق؟ طريقه انا لعب، طبعا فاهم الكلام ده، لكن انا اقصد انا عايز الناس تفهم ايه الفارق ما بين مودست وما بين مجموعه العمل او مجموعه الناس اللي بتلعب في راس حربه في النادي الاهلي. بص يا كابتن، طريقه لعب الراجل هو دايما بيلعب على اطراف الملعب وبيعمل بيعمل كرات عرضيه سواء عن طريق حسين الشحات او بيرستاو. لكن لو هنشوف الفتره الاخيره الراجل كان بيعتمد بصوره اساسيه سواء على حسين الشحات او على بيرستاو او على تحركات كهربا في بعض الاوقات اللي كان بيقدر يسجل منها اهداف. لكن مش دي طريقه اللعب الراجل اللي كان بيحب ان هو يشتغل عليها، هي كانت القماشه اللي معاه كده فكان بيضطر يشتغل بالطريقه دي. لكن تواجد مودست او اي فيرو صريح بمواصفات هالاند، بمواصفات اللعيبه الكبيره، مواصفات مثلا عماد متعب اللي مش بيخرج بره الصندوق، مواصفات فلافيو اللي مش بيخرج بره الصندوق، هو طريقه لعب النادي الاهلي. الراجل عايز يعتمد على فيرو رقم 9 اللي هو فيرو 9 صريح اللي هو محطه اللي هو بيلعب ضربات راس، وما يميز مودست كمان حته ضربات الراس كابتن اسلام، ودي اللي كان بيشتغل عليها الفتره الاخيره سواء كرات عرضيه عن طريق علي معلول او محمد هاني. لكن كهربا ما كانش عنده الملكه دي، محمد شريف ما عندهمش ملكه ضربات الراس او اللعب ضربات الراس. نفس نوعيه زي ما بنقول الكلام على مصطفى محمد اللي هو بيلعب براسه كويس او الفرقه بتقدر تخدم عليه على الطرف من اطراف الملعب، هي دي قيمته كفروت صريح، ده اللي احنا بنتكلم فيه رقم 9. عشان كده هنا طبعا الكمال لله وحده، لكن انا بشوف ان كانت اخر صفقه واكتمل سكواد النادي الاهلي او على طريقه لعب الراجل كانت اخر صفقه مودست، اللي اعتقد بشكل كبير جدا بحكم الخبرات اللي عنده، بحكم ارقامه المميزه جدا سواء بحكم الدوري، الدوري قوي جدا الدوري الالماني، واحتكاكه في الدوري الالماني وقت بينافس احتكاكه حتى في الدوري الالماني، مع احترام يعني للناس اللي بتقول الله الواحد سمع كلام كتير جدا. يعني انت لو انت بتلعب مثلا في النادي الاهلي وانت في اسكندريه والنادي الاهلي لسه ما بداش فتره الاعداد، او انت مشيت من النادي الاهلي ورايح نادي تاني، اول نادي هتفكر فيه تروح تلعب او تتمرن مع مين؟ لا اكيد ان الاولمبي اللي اتربيت فيه طبعا. دلوقتي يقول لك مثلا الاولمبي بيلعب في درجه ثالثه، عارف يقول لك ايه؟ اصل احمد عادل بيتمرن في الاولمبي او بيتمرن في نادي درجه ثالثه. مودست قال لك اصل هو بيتمرن في نادي درجه رابعه في المانيا. كابتن ده وضع طبيعي. انا هو كان يعني اللي يا جماعه الكلام اللي حضراتكم بتسمعوه ده والله كلام يعني لعيبه الكوره هتفهم، يعني عشان كده بقول دايما. اصل مرينا حضرتك كابتن اسلام كنت في النادي الاهلي لما بتاخد راحه بتيجي تتمرن في الاولمبي. باجي اتمرن في النادي، كنت بروح اتمرن في نادي الاولمبي. حضرتك لما كنت في منتخب بيلعب مصر درجه 10، بيلعب درجه 11، بيلعب درجه 4، بيلعب درجه 3، هروح اتمرن في النادي الاولمبي. انا افتكر يا كابتن وانا صغير وحضرتك كنت في منتخب مصر والاسماعيلي وال ايوه والاهلي واحنا صغيرين، كنت فتره الراحه وفتره التوقف او الاهلي لسه ما بداش او الفتره الفرق اللي انت بتلعب فيها لسه ما بداتش،
باجي اتمرن في النادي. انا قعدت حوالي 4 أو 5 مواسم قبل ما انتقل لاي نادي بتمرن في الاولمبي وبطل من النادي ضمن تاني. الحاجات اللي الواحد سمعها، قال لك يا جماعه ده جايبين نادي من لا جايبين لعيب من نادي بيتمرن في نادي درجه رابعه، والله العظيم قالوا كده، اتقال كده هذا الكلام. فانا طبعا قعدت اسيرش مين ايه النادي ده، استحاله يعني ما بالعقل كده. فهمت بقى، فلما عرفت ما قريت فهمت ان يعني راجل قال لك ايه مش هروح اتمرن في حته بعيده، فانا البيت جنب الملعب عشان والملعب ما جنب يريحش، البيت عشان ما اريحش، فبروح اتمرن هناك. لا ادي القصه لا كلها اللي قال لك بيتمرن في نادي درجه رابعه لا هي وبتاع الناس وكلام. هتقعد تتكلم في حته السن، حته اخر، لا اخر نادي كان فيه دورتموند واكيد صفقه قويه للنادي الاهلي، وصفقه انا بشوف ان هي تحسب لاداره التعاقدات داخل النادي الاهلي او اداره التخطيط في استقطاب لاعب بقيمه مودست يعني انت مبسوط وارقامه. طبعا مبسوط اوكي. اكتر يا كابتن اسلام ان هي دي الحته اللي كانت ناقصه النادي الاهلي، اوكي. اللي هو زي ما اتكلمنا في اول الحلقه ان ده الفرود الصريح اللي هو بيلعب دماغه كويس، محطه الناس تقدر تشتغل عليه، بقى عندك مرونه تكتيكيه دلوقتي من مستر كولر، ان انت سواء تشتغل على الكرات العرضيه او حته الاختراق من القلب اللي كان ما يميز زي ما اتكلمت مع حضرتك عن طريق بيرستاو او عبد القادر او الشحات مع الفتره الايجابيه اللي عملها كهربا، كل ده بيضيف للسكواد النادي الاهلي مع تعاقد النادي الاهلي بعد رحيل حمدي فتحي مع امام عاشور، واكيد صفقه اضافه زي ما اتكلمنا في الحلقات قبل كده على امام عاشور وكيفيه اضافته لطريقه لعب الراجل. اعتقد كده ان المنافسات مع النادي الاهلي هيبقى ند قوي اكيد النادي الاهلي، وخصوصا انت جايب لعيب بقيمه يلعب على مستويات او ليفل عالي، ليفل مستوى عالي سواء على مستوى كاس العالم للانديه او البطوله الافريقيه، فاكيد مودست او اي صفقه داخل النادي الاهلي اكيد هتضيف ان شاء الله. واحنا بنتكلم مع حضراتكم دلوقتي حطينا لحضراتكم صوره من لما دورتموند تعاقد مع مودست السنه اللي فاتت، قال لك ما العمر الا مجرد رقم. كان 34 البوندسليجا سنه، اللي قالت هذا كان الكلام 34 يعني. سنه، نعم كان 34 سنه وكان 34 سنه، فبالتالي الحقيقه يعني ماشي، احنا بس بنوري حضراتكم لانه الكلام كتير في هذه الامور، ولكن اعتقد ان وجوده في الملعب لو لعب الفتره القادمه هيبقى هيفرق كتير جدا جدا. بالنسبه للفريق النادي الاهلي بيستعد بقى لبطوله السوبر الافريقي، هذه المباراه مع اتحاد العاصمه، كيف ترى هذه المباراه في ظل بدايه موسم والسوبر يعني؟ اكيد يا كابتن اسلام هيبقى فيها دوافع كبيره جدا، وخصوصا للعيبه اللي لسه جايه. يمكن انا مع متابعتي لحضرتك بتقول ان في لعيب بيجي يقعد 3 ايام وياخد بطوله، وده صحيح ده طبيعي داخل النادي الاهلي، ده طبيعي داخل النادي الاهلي ان انت ممكن لعيبه فعلا بتقعد 6 شهور وسنه تاخد 5 6 بطولات وممكن تمشي عن النادي الاهلي. ده ما يميز النادي الاهلي، ده بيدي دوافع كبيره للعيبه، ده بيدي مسؤوليه كبيره على اللعيبه، عشان كده كل لعيب جديد بيبقى داخل فرقه او كل صفقه جديده داخل فرقه، واخرهم كان امام عاشور. اتفرجت على المباراه الوديه اللي كانت في النمسا، راجل داخل بشكل جيد، واقف على رجله كويس، اوضه لبس النادي الاهلي سهله يا كابتن ان هي تدخل اي لعيب وسطها بسرعه جدا، وده اللي بيفرق مع اي صفقه. انا شايف وهو نزل النهارده كانت اللعيبه كلها بتهزر وبتضحك معاه. ده يا كابتن هيقطع معاه شوط كبير جدا ان هو يخش وسط الفرقه. لعيبه عندها خبرات كبيره جدا ان هم ازاي يحتضنوا اي صفقه جديده، ده هيفرق معاهم. بطوله مهمه اكيد بتضاف لتاريخهم وتاريخ النادي الاهلي، حاجه مش جديده على لعيبه النادي الاهلي، وزي ما اتكلمت الفتره الاخيره يحسب للجهاز بكل المنظومه مجلس الاداره والحفاظ على القوام الاساسي للنادي الاهلي، ده دايما اللي هيدي الافضليه للاهلي الفتره اللي جايه مع اتحاد العاصمه، ده اللي ممكن ياخد منه شويه. ان فريق اتحاد العاصمه متعاقد مع 14 صفقه لسه جايين، ما حصلش عمليه الانسجام لسه في بدايه اول موسم، في اصابات كتير جدا، اصابات عندهم كانت تؤثر انا بشوف على ان الحاجات دي ماشي اوكي، ولكن انا بشوف ان ما هي الا مجرد كلام بدايه ممكن موسم تاثر بتبقى. عليهم بعض الشيء، لكن كافه النادي الاهلي ارجح في المباراه وان شاء الله يحاول. انا دايما معلش انا هقول رايي طبعا انت حر، طبعا لكن طبعا. انا رايي في هذا الامر ان مثل هذه المباريات اللي بتبقى في اول الموسم هي مباريات 50-50. يعني ايه؟ يعني انا لا استطيع ان انا اقول لك ان النادي الاهلي فارق كتير عن اتحاد العاصمه او اتحاد العاصمه فارق كتير عن النادي الاهلي، لانه بدايه الموسم ما حدش لعب مباريات، النادي الاهلي يا دوبك لعب مباراتين، واحده في النمسا وواحده هنا امبارح مع طلائع الجيش، ما حدش يعرف عنها حاجه. فبالتالي هي اتحاد العاصمه نفس الكلام، خلي بالك ما لعبش مباريات كتيره، وبالتالي انا بشوف النسبه 50-50 في مثل هذه وجهه نظري يعني. انا كانت وجهه نظرك كابتن اسلام ان انت عندك مدير فني مستقر عليه،
عارف امكانيات كل لاعب كويس، مستقر على القوام الاساسي، ما بيغيرش كتير في التشكيل. ده بيديك الافضليه ما دايما بيغيرش يعني. كتير في التشكيل، ده معناه ان احنا مش هنشوف اللاعبين الجدد في التشكيل، اللاعبين اللي تم التعاقد معاهم يعني. ما اعتقدش من اول مباراه يعني، ما الله، اعتقدش من اول مباراه. الراجل اعتقد باخر نسخه هو ختم بيها، هو هيبدا بيها. ده اللي انا بعتقده، ان الراجل مش هيغير كتير في او ممكن لاعب مثلا يبقى تغييره مع امام عاشور مثلا، او ما اعرفش موديست هل جاهز بشكل كامل بدنيا ان هو يبقى موجود داخل الفرقه دي. امور هترجع للراجل، امور فنيه. لكن ما يميز الراجل ده اللي انا بشوفه هو الاستقرار او الابقاء على القوام الاساسي اللي بيحقق كل البطولات معاه. ويعني واحده واحده اللعيبه الجديده هتخش ب يعني ستيب باي ستيب كده، خطوه بخطوه، لحد ما ينسهروا مع الفرقه ان شاء الله. البداية لما بتكون ببطولة، هل ده يديك دافع كبير ولا يقلقك؟ إن أنت لا، هتلعب البطولة، إحنا لسه مش عارفين هناخدها ولا لأ. بيدي مسؤوليه كبيره على اللعيبه، بيدي مسؤوليه، بيدخلك المسؤولية دي بباور، دافع تيالي. دافع كبير جدا، بيديك دافع كبير جدا ان انت بدات الموسم ببطوله. ده بيدي انطباع حتى للصفقات الجديده، ان انت فريق بطوله، فريق بتاخد اي، بتخش اي بطوله بتاخدها. ودي على ما اعتقد ان اللي بتشجع اي صفقه ان هي تيجي النادي الاهلي، بيشوف كم عدد البطولات، بيشوف اخر نسخه للنادي الاهلي في الموسم حقق كم بطوله. وده بيدي دوافع وبيدي قلب لاي صفقه جديده. وحاجه ما كانتش سهله على مودست انه يمشي من دورتموند، اكيد طبعا جاله عروض كتير جدا، لكن تاريخ النادي الاهلي وارقام النادي الاهلي بتشجع اي صفقه ان هي تبقى موجوده. فاعتقد ان شاء الله لو حققنا بطوله السوبر ده هيبقى دافع كبير جدا عند اللعيبه وعند الجهاز الفني، تبقى بانطلاقه قويه في بطوله الدوري اكيد. ماتش اثيوبيا اللي هم لعبوه، الاربعه اللي لعبوا مع المنتخب ماتش اثيوبيا، هل ده هيفرق معاهم بدنيا في ال في ماتش لا السوبر؟ لا ما اعتقدش، لا ما اعتقدش. لعيبه عندها خبرات مع النادي او سواء مع منتخب مصر، ما اعتقدش ان هو اثر عليهم بدنيا. لكن ده ممكن يدخلهم في فورمه يعني، آه لسه يدخلهم ما ده قصدي يعني. لا هيدخلهم في فورمه كويسه يعني، هيدخلهم في فورمه كويسه. يمكن زي ما حضرتك اتكلمنا ان لسه ما فيش مباريات، حتى المباريات اللي قدام كابتن اسلام بتبقى زي المباريات الرسميه، طبعا فحتى المباريات مع النادي ما بتبقاش زي المباريات مع المنتخب. احتكاك عالي مع المنتخب، المباريات الرسميه بتبقى ليها طابع خاص. لكن اعتقد ان ده هيبقى اضافه للعيبه اللي كانت موجوده داخل منتخب مصر. مثل هذه المباريات اللي هي بتتلعب مع اتحاد العاصمه او مع دول شمال افريقيا، خصوصا المباريات في الجزائر، ليها طابع واحد يعني، الاعتماد على الهجمات المرتده من قبل الفريق الجزائري ثم لعب كرات عرضيه. كيفيه مجابهه هذا الامر؟ اكيد يا كابتن، احنا كورتنا قريبه يعني، كورتنا قريبه من شمال افريقيا، وخصوصا بنواجه صعوبه، مش صعوبه في ان احنا نتغلب عليهم، لكن بيبقى مباراه زي ما حضرتك بتقول 50 50 مع فرق اكيد كبيره في افريقيا. لكن هي ما يميز كورتنا معاهم النديه، وبنلعب جيم مفتوح. اكيد النادي الاهلي كتاب مفتوح لاي فريق بيلعب سواء على مستوى افريقيا او سواء في كاس عالم الانديه. اعتقد ان لا، المباراه هتبقى مفتوحه من جانب الفريقين، واللي هياخد المبادره وهياخد مفتوحة الافضليه. بس احنا ما شفناش فرق جزائرية بتلعب مباراة قليل قوي يعني، يا رب يحصل اللي انت بتقوله. انا اعتقد كده يعني، اعتقد كده ان هو الفريق بطل الكونفدرالية اتحاد العاصمة، ده بطل الكونفدرالية في الآخر. اعتقد كده ان هو هيبقى حاطط حذره طبعا من النادي الاهلي ومفاتيح لعب النادي الاهلي طبعا اللي قد تؤثر على اي فريق خصم بيلعب عليه، لكثره مفاتيح اللعب داخل النادي الاهلي. لكن اعتقد ان برضه هيبقى فريق ليه انياب، فريق ليه هجمات زي ما حضرتك بتقول، ممكن يلعب على كونتر اتاك، ودي برضه طريقه لعب بترجع للراجل المدير الفني. ده هيبان من فرض اسلوب اللعب النادي الاهلي، وده اللي بنبقى عندنا ثقه فيه بشكل كبير جدا، ان الراجل سواء من داخل الملعب او خارج الملعب بينزل بيفرض اسلوب لعبه في شخصيه الاهلي، بيلعب بشخصيه الاهلي، وهي الضغط العالي، الضغط في جميع انحاء الملعب. فاعتقد ان ده اللي بيدي افضليه للنادي الاهلي. طيب طبعا شايفين النجوم الكبار، الكابتن محسن صالح، الكابتن مصطفى عبده، مجموعه كبيره من النجوم موجوده في مع لاعيبه النادي الاهلي لمؤازره الفريق طبعا خلال هذه المباراه، مباراه السوبر الافريقي. ان شاء الله كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراه. ودي كانت طبعا
رحله وصول او مشاهد مغادره النادي الاهلي. ان شاء الله بعد قليل كالعاده زميلنا محمد توفيق هيجهز من الطائف من السعوديه علشان ايضا يقول لنا اخبار بعثه النادي الاهلي واخبار الوصول ايه والدنيا تبقى عامله ازاي. عموما خلونا نطلع نشوف تقرير عن النادي الاهلي البطل التاريخي للسوبر الافريقي، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا في بقيه هذه الحلقه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. احمد، اللي شفت قرعه الدوري ازاي امبارح؟ اكيد كانت فيها حاجه مميزه، وكان من ابرزها ان شاء الله هيبقى في انتظام، حتى بالمؤجلات. ده اللي انا بتمناه، ان يبقى في انتظام لبطوله الدوري بانتهاء ميعاده زي ما تحدد. لكن اتمنى ان ما يبقاش في اختلافات في نص الدوري او في اجتماعات ما يخص سواء النادي الاهلي او اي فريق بيلعب في افريقيا، ان ما يبقاش في يعني لازم يبقى في اعذار للفرق دي. ده مهم جدا يبقى في اعذار، لان وارد ان انت توصل فاينل او سيمي فاينل، مهم جدا انت تاجل لي المباراه بتاعتي. فده اللي مهم، مهم جدا ان يبقى حتى في تطبيق اللوائح والقوانين تمشي على الانديه كلها. انا الحقيقه سمعت النهارده للنائب احمد يابا وهو بيتكلم في هذا الامر، يمكن اقول ما فهمتش انا الموضوع، لكن ما خلينا نشوف هيحصل توضيحات ازاي خلال الفتره القادمه على هذا الامر، لانه كان بيتكلم في اطار انه ما فيش حاجه اسمها تاجيلات. احنا لو في حاجه، لو في فرق وصلت للمباريات النهائيه في افريقيا هنقعد كرابطه ونشوف هناجل ولا هنعمل ايه. لا، هو طبيعي يا كابتن يبقى قرار حاسم، ان انت من الاول خالص، سواء انت كربت او كاتحاد، ان انت مهم جدا ان انت بتقف جنب او اي فريق بيوصل فاينل. يمكن النادي الاهلي دايما بيوصل فاينل على طول او سيمي فاينل على طول، لكن مهم جدا. انا بنقول على كل الانديه، على كل الانديه، النادي الاهلي او اي نادي من حقه ان انت تتاجل المباراه، لان اكيد في الاول وفي الاخر هو بيلعب باسم مصر، ومهم جدا ان كل منظومه تساعد نادي زي النادي الاهلي وهو بيلعب على بطوله وبيحقق بطولات سواء مستوى الافريقي. اتمنى ان يبقى في مراعاه لموقف اي فريق حتى يوصل فاينل او سيمي فاينل. اتمنى يبقى في مراعاه للموضوع دوت. بعيدا عن النادي الاهلي، تتوقع ايه المدربين السنه اللي جايه او بدايه الموسم السنه دي؟ هل من المتوقع ان ادارات الانديه او ادارات بعض الانديه تتعلم من اخطاء السنه اللي فاتت ومش بعد الجوله الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه يمشي مدرب ونجيب والدايره اللي احنا شايفينها كل مره؟ بص يا كابتن، ده اللي بيأثر على الكره المصريه بشكل عام. وده يمكن حضرتك حطيت ايدك على نقطه، ان ده من اهم الاسباب في هبوط مستويات الفرق. ان انت دايما ما بتصبرش على المدرب او ما بتديش كل الصلاحيات للمدرب ان هو بيختار كل المجموعه من بدايه الموسم، مجموعه اللعيبه. لكن مهم جدا حته الاستقرار الاداري والفني عند اي فريق او عند اي نادي، ده بيديك افضليه دايما. ان انت عشان كده نفسي حتى كمان ان حته الكراسي الموسيقيه المدربين هم اللي بيلفوا على الانديه، اللي فيه برضو وكلاء بتتحكم في الموضوع دوت بالتنسيق مع الانديه. وللاسف ادارات الانديه بتسلم نفسها لحته الوكلاء او السمسر، لكن مهم جدا ان انت تبقى نادي اقوى من السمسار واقوى من المدير الفني واقوى صاحب قرار. عندك اتجاه، عندك طريقه. ده اللي انا بتمناه، قوتك انت كشخصيه كرئيس نادي او مجلس اداره في اداره حتى المنظومه بتاعتك، دي هتبقى من اسباب في تطور الكره المصريه. لكن ان انت بتسلم لاي مثلا وكيل او اي سمسار بيحضر لك مدير فني ان هو يقدر يشتغل، ما هو لو عليه عايز كل شويه يغير مدرب عشان النسبه بتاعته ياخدها، فهنا الوكيل او السمسار بيدور على مصلحته الشخصيه مش مصلحه النادي. صحيح. حتى في استقطاب بعض اللعيبه في بدايه الموسم، وده قد يؤثر على الانديه. لكن الانديه المستقره اداريا وصاحبه قرار هي اللي هتلاقيها ماشيه بخطى جيده، هتلاقي فيها استقرار اداري. فاعتقد ان دي النقطه المحوريه اللي في استقرار الانديه على شفت على مباراه مصر. منتخب مصر مع منتخب تونس ازاي النهارده في ظل الهزيمه بثلاثيه مقابل هدف؟ طبعا بص يا كابتن، انا ما يؤخذ على مستر فيتوريا او المباريات اللي احنا بنلعبها، ان انا بقالي فتره كبيره احنا ما بنلعبش منتخبات قويه سواء في مباريات وديه او في تصفيات. وده المردود اللي بالنسبه لك لما تلعب فريق قوي، هو دي مرايتك، وخصوصا لما تلعب فريق زي تونس النهارده اكيد فريق قوي وبتخسر ثلاثه، فده يديك مؤشر ان انت ما كنتش بتلعب فريق ند ليك، منتخبات قويه
سواء مباريات وديه في تحضير حتى لتصفيات كاس عالم او لدخولك البطوله الافريقيه. ده اللي انا كنت بتمناه طول الفتره الاخيره، ان احنا نلعب ليفل اعلى من كده، نلعب مباريات وديه اعلى من كده. كابتن ممكن نخسر، نخسر عادي، بس اكيد الخساره هتعلمك ايه نقاط الضعف اللي عندك، ان انت تشتغل عليها ازاي، ايه القوام الاساسي اللي انت هتلعب بيه. فده الخساره هنا مش ما بتحطش ضغط على المدير الفني قد ما بتدي له حاجه ايجابيه، ان انت تعدل طرق اللعب بتاعتك، ان انت تشوف نقط الضعف، مستويات اللعيبه، حتى هتقدر تلعب الليفل العالي ولا مش تلعب الليفل العالي. هنا ده المؤشر او المباريات الحقيقيه اللي انت تقدر تقيس عليها المدير الفني. مباراه زي تونس اتمنى ان الفتره اللي جايه تبقى حتى مبارياتنا فيها فرق قويه عشان نقط الضعف اللي عندك تبان. بالمناسبه احنا غالبا المباراه القادمه مع لمنتخب مصر ستكون مع المنتخب الجزائري اللي متقدم على المنتخب السنغالي في السنغال حاليا وفي الدقيقه 66 1-0. انا بشوف ان المنتخب الجزائري مصنف، يعني المنتخب طبعا الجزائري طبعا مصنف ومنتخب كبير جدا. 33 على العالم بالمناسبه، ما كابتن الجزائر والسنغال 18 على العالم. لا حاجه، منتخب الجزائر منتخب قوي جدا جدا. هيبقى ند ليك كمنتخب مصر واسمك كبير كمنتخب مصر. اعتقد ان دي مباريات هي دي اللي هتبين حالتك الفنيه وحالتك البدنيه. حقيقي. فده اللي انا بتمناه، زي ما قلت لحضرتك عادي وارد نخسر ما فيش مشكله، لا من الخساره مش لكن قصه، لكن الشكل الحقيقه الشكل لم يكن جيد. هو ده اللي يعني انا يمكن بتكلم فيه. النص ساعه الاخيره من الشوط الاول اللي كانت حلوه قوي، لكن غير كده ما شفتش. الشوط الثاني مش كويسين قوي، ربع ساعه الاولانيه سيئه للغايه. لا وفيها كابتن اخطاء، يعني فيها اخطاء طبعا من بعض اللعيبه بدون ذكر اسماء. لا مهم جدا حته الاهتمام والتركيز في كل اللي انت ما بتلعبش فريق صغير او فريق، صح، بتلعب خصم ند ليك او فريق قوي عنده مفاتيح لعب بيقدر يستغل اخطائك. وفرق شمال افريقيا زي ما بنتكلم كده سواء على الجزائر تونس المغرب تقدر تستغل اخطائك، صح، تشتغل على اخطائك لان هي جزء من اللعبه، الاخطاء جزء من اللعبه والفريق الخصم اللي قدامك بيقدر يستغل ده. فاتمنى ان الاخطاء المباراه دي نتعلم منها بدايه من اللعيبه قبل الجهاز الفني، وده يقدر يضيف لنا اكيد الفتره اللي جايه. منتخب الاولمبي وفوزه على منتخب الاولمبي لروسيا للمحليين مرتين في مباراتين، مع متابعتي للمنتخب ورايك في الاولمبي، ميكانلي بالمناسبه برضه. مدرب كويس جدا، مدرب جيد جدا، بيطور من اداء المنتخب الاولمبي. اوربي حتى اللواء رياض شيتوس لا شغالين بشكل جيد مع المنتخب، بيشتغلوا على اللعيبه بصفه دوريه على الاخطاء، بيشتغل على اخطاء اللعيبه بعد كل مباراه، فده بيطور من اداء اللعيبه ومؤديهم بشكل جيد اكيد. هيعملوا ايه في اولمبياد باريس من وجهه نظر؟ لسه سنه يعني، ولكن يعني لا في مؤشر كويس يا كابتن، في والله مؤشر كويس لان في بعض اللعيبه مميزين جدا. رغم ان الجيل ده ما فيهوش حد كده ايه يعني يلفت مش عارف النظر، اقولها ازاي يعني يلفت كده. النظر. لا هو كابتن هو منتخب جماعي، وده ما يميز المنتخب الاولمبي، ان هو منتخب جماعي ما فيهوش النجم الاوحد او ما فيهوش نجم اتنين تلاته، لكن بيلعبوا كره جماعيه جيده. ده ما يميز حتى قوه المنتخب الاولمبي، ان هو دايما بيلعب منتخب جماعي، منتخب جماعي متجانس مع بعض، ده ما يميز المنتخب الاولمبي. لكن تقدر تقول ان في لعيب مثلا 100% ولعيب تاني 50 60%، لا هو منتخب ما يميزه ان هو فريق جماعي. الجماعيه في الاداء الحيوي اللي عملها لهم ميكالي. اخيرا يا احمد، لو هتقول حاجه للاعيبه النادي الاهلي ولجمهورهم النادي الاهلي خلال مباراه السوبر الافريقي ان شاء الله، ومن وجهه نظرك مين الاقرب للفوز؟ أكيد يا كابتن زي ما اتكلمت مع حضرتك أول الحلقة، بشوف كفة النادي الأهلي الأرجح إن شاء الله، الدوافع اللي عندهم بشكل كبير جدا، أوضة لبس تقدر تكون عندها دوافع تحقيق البطولة ودي متوفرة داخل أوضة لبس النادي الأهلي، مع جهاز فني عارف قيمة اللاعيبة اللي معاه، عارف طريقة اللعب اللي هتتناسب مع المباراة، مع إن شاء الله صفقات تضيف للنادي الأهلي. أعتقد إن هي زي ما اتكلمنا إن البطولة تدي دافع كبير جدا لبداية موسم، وتكون اضافه لدولاب تاريخ النادي الاهلي، وده مش جديد على النادي الاهلي ان شاء الله يحقق البطوله التاسعه، حققنا 8 كاس سوبر وان شاء الله دي تكون التاسعه. ده اللي انا بتمناه، لعيبه يكون عندها دوافع اعتقد عندها هنلاقي تركيز كمان جمهور بيكون. كتير من يعني من الاهلاويه هناك في الطائف. دايما يا كابتن دايما جماهير النادي الاهلي في اي مكان هتلاقيهم صحيح. داعمين من بدايه لما بينزلوا من الطياره لتواجدهم في مكان الاقامه في الاوتيل للاستاد، لو لا قدر الله فيه حتى في اول المباراه هدف او حاجه، لا بيبقى في دعم بشكل كبير جدا، في مسانده بشكل كبير جدا، وده الوعي اللي وصل له جماهير النادي الاهلي ان دايما في كل حاله من الحالات لا جماهير النادي الاهلي جمهور داعمه مختلف. ومسانده.
فده ما يميز جماهير النادي الاهلي، ده اللي بيدي دوافع كبيره للعيبه ان وراهم جمهور كبير. يا رب كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراته يوم الجمعه القادم ان شاء الله، وان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا في هذه المباراه، وبعد كده نشوف هنقدر نعمل ايه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا احمد، الحقيقه ببقى سعيد جدا بوجودك معانا. شكرا حبيبي يا جزيلا. كابتن، ومن الحالات اللي انا بستمتع بيها مع حضرتك. ربنا يخليك. حبيبي شكرا يا كابتن، جزيلا ربنا يخليك. النجم كابتن احمد عادل. هنطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل احمد ثابت وايمن جلبرتو في ضيافه البيت الكبير.